للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس. أهلا بك سعادة الدكتور في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. كيف تنظرون لمخرجات الورشة المتعلقة بمحور البنية التحتية والبيئة وأثرها مستقبلا أيضا على هذا القطاع الحيوي؟ أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في تلفزيون البحرين، يسعدني أن أكون معكم لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام، وهو موضوع في الواقع العلاقة بين البنية التحتية والبيئة. أولا قضية البيئة أو المسألة البيئية الآن على مستوى العالم في كل الدول لم تعد قضية البيئة هي عمل إضافي أو ثانوي، بل هي من الأمور الرئيسية في كل دول العالم. كل دول العالم تعطي البيئة اهتماما عاليا، حالها حال الاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي. البيئة الآن صارت مقرونة في كل دول العالم بالتنمية المستدامة، وهي تكاد تكون متصدرة لجميع اللقاءات والمؤتمرات العالمية. ومملكة البحرين قضية البيئة والتنمية المستدامة تنال اهتماما عاليا من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد المعظم ملك مملكة البحرين، وكذلك من حكومته الرشيدة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. والبحرين قضية البيئة فيها منذ أمد طويل، ومنذ تقريبا حوالي 40 سنة تنال هذا الاهتمام الكبير. كون الآن تعقد هذه الورش التي يعني تهتم بقضايا البيئة وتسلط الضوء على المبادرات والمشاريع البيئة الرئيسية، خصوصا تلك القضايا التي تترابط بين البيئة والبنية التحتية، هذا يعطي زخم كبير لقضايا البيئة ويسلط عليها كثير من الضوء، باعتبار أننا في البحرين قضية البيئة قضية رئيسية، باعتبار نحن جزيرة صغيرة يجب أن نهتم بالحفاظ على مواردنا، على موارد البحار، ونهتم أيضا بقضية المناخ، قضية تغير المناخ قضية رئيسية في كل دول العالم، وكذلك قضية الإدارة الرشيدة للنفايات. فتسليط الضوء من خلال هذه الورش له الاهتمام البالغ على الأداء الحكومي واهتمام ووعي الناس في هذا المجال. نعم سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.